اذكر سبب يمنعك من الذهاب إلى مطعم مرة أخرى. برافو عليك. يكون مو نظيف. النظافة. عدم النظافة. 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 صح. قلة النظافة طبعاً إنه مو نظيف المكان. شو تقولين سيدة منتهى؟ تأخير الطلب. الخدمة أو الطلب. نعم موجود. أوه وأعلى احتمال الخدمة السيئة يعني يتأخر بالطلب يتعاجز ماكو أحد قديم صح. تفضل أستاذ سعد وتفضلي سيدة منتهى. ونروح إذن على الأستاذ زياد. نعم أستاذ. أستاذ زياد. نعم. سؤال واضح. نعم. اذكر لي سبب واحد يمنعك أنت بالذات من الذهاب. نعم. إلى المطعم مرة أخرى. عدم نظافة الأكل. صح. إذن خلينا نمشي ويا الأستاذ نشوان. أنت شو تقول ليش ما تروح المطعم هذا مرة أخرى؟ التعامل السيء مع الزبائن. التعامل السيء مع الزبائن. وهذا خطأ أول. طبعاً التعامل السيء هو الخدمة السيئة. عندنا الخدمة السيئة، نوعية الطعام، قلة النظافة، باقي أربع احتمالات وخطأ. إذن ست هيفاء شو تقولين؟ الأكل ما طيب، غير جيد. طبعاً الطعام غير جيد، ليس لذيذاً. الخطأ الثاني طبعاً حاولوا أن تنتبهون على عدم إعادة الجواب، لأنه لما نحكي بالطعام في هناك أشياء أخرى أعتقد. تمام ماشي. الآن الهيبي اتفقوا على جواب واحد لربما نجيكم إذا أخطأوا. سيدة منتهى. المطعم مزدحم. المطعم مزدحم مع الأسف الخطأ الثالث. وخلوا الروح لربما إذا عرفوا راح ياخذوا، إذا ما عرفوا راح أنتوا تاخذوا. خلي نشوف عائلة الهيبي. عائلة الهيبي اذكر لي سبب واحد يمنعك من الذهاب إلى المطعم مرة أخرى. إلى مطعم رحت له وبعد ما تروح له ليش؟ سعره غالي. ها؟ سعره غالي. السعر. السعر. ها؟ السعر. السعر. وأستاذ رعد؟ والله بعد المسافة عن البيت. بعد المسافة عن المطعم. البيت بعيد، المطعم بعيد. والآن أستاذ سعد تأخذ إجابة أو أنت تفكر بإجابة أخرى. غلاء الأسعار. خلي نشوف غلاء الأسعار. صح مبروك. واو 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 مبروك لعائلة الهيبي.